درنا هذه الوقفه هذه في شارع الزرقطوني في مكتب ديال بساتين بوز الكره. هاد الناس اخويا من 2017 وحنا وانا واخد عندهم ماغازان وعطيتهم ديك الساعه قالوا لي سيمو باش نسلموك. داز ديك سيمو مشيت مع عندهم كيوريني شي ماغازانات اخرين شي حوايج اخرين قلت لهم بدي عطوني فلوسي. من 2017 وانا كنطلب بالفلوس من عند الناس هادو هما كيمطلوا فيا وكيصبروا فيا وفي الاخر قالوا لي لا سيدي ما دابا ما نعطيوك والو صبر شويه بحالك بحال بعضك. انا من 2017 وانا متضرر وعندي حوايج اخرين عندي التزامات ديالي عندي ما ندير بهذوك الفلوس. قلت لهم كنطلب فيهم باش كنترجعوا فيهم يعطيونا فلوسنا عطيناهم بيدينا ولينا كنطلبوهم عن طريق الاحتجاجات والتظاهرات بحال هكا ولا اذان صاغيه ولا مسؤولين. كنطالبوا المسؤولين حتى هما يتعاونوا معنا ويقفوا معنا. اليوم جينا وقفنا هنا في شارع الزرقطوني حيت هاد الناس ظلمونا بزاف خمس سنين من 2017 وحنايا مخلصين الديور وما داروا معنا حتى شي حل ودابا بغينا غير فلوسنا ما بغينا والو. هذا هو المطلوب بغينا فلوسنا بقينا باغيين حتى شي حاجه. خمس سنين ديال تمارة سير واجي كل ست شهور كيقولوا لنا اجي كل ست شهور كيقولوا لنا اجي. دابا حتى هذا الشيء اللي وجدوه حنا ما باغينوش حيت زادوا علينا الزياده كاع الثمن اللي تفاهموا معنا في الاول زادوا علينا عاوتاني. حنا ما بغيناش هذه الزياده بغينا على فلوسنا بقينا باغيين حتى شي حاجه. زادوا علينا 5 مليون ديال داك التيفيه وزادوا علينا فلوس ديال فخي الدوسي وفلوس ديال لي سانديك. المهم داك الشيء اللي كنا متفقين معاهم في الاول ما هوش ماشي هو اللي درنا معاه. دابا بغينا نسلموا ديوارنا عطاونا الزياده هما هذا ما يمكنش لينا حتى واحد يقبل بالزياده. كلشي زادوا علينا الزياده هادشي ما درناش معاهم في النهار الاول. خدموا فلوس فلوسنا وبناو بها ودابا عاد زادوا علينا. حنا شريناها في 2017 هو دابا العقار عاوتاني طلع. اذا حنا مسامحنا بغينا على فلوسنا بقينا باغيين حتى شي حاجه. بغينا المسؤولين باش يوقفوا معنا ويعطيونا هاد الناس يشوفوا معاهم حل باش يعطيونا فلوسنا بقينا باغيين حتى شي حاجه بغينا على فلوسنا.